مدينة دعل 7/5/2013 آثار الدمار جراء سقوط صاروخ أرض على المدينة. إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه آثار صاروخ أرض أطلقته عصابات بشار الأسد الإرهابية من الفرقة التاسعة من الصنمين، هدية إلى أبرياء وأطفال وأهالي مدينة داعل. هذه هي هدايا الأسد، هذا هو الرد الصريح الذي يرد به بشار الأسد على استهداف إسرائيل لمقار الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري. الرد جاء إلى أهالي داعل، لا يجرؤ مطلقا أن يرد على إسرائيل، يرد على المدنيين بداعل. هذه هي منتجات عصابات الأسد، ولكن الرد الحاسم سيكون من الجيش الحر على عصابات الأسد، وسنصل إلى القصر الجمهوري قريبا بإذن الله. تكبير، الله أكبر. تكبير، الله أكبر.